معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب سيد عمر الفرحان، مرحبا بك. اذا فاينانشال تايمز اكدت استمرار حملات الاعتقال للاطفال والنساء بتهمة انتماء افراد من عائلاتهم الى تنظيم داعش، كيف تقيم هذا الاجراء؟ هل هناك اسانيد قانونية تسمح للسلطات بالقبض على اطفال او بعض الافراد من عائلاتهم على هذه الشبهة؟ نعم، اهلا وسهلا بك. تعرض الاطفال لعمليات اعتقال مستمره من قبل الاجهزه الحكوميه في انتهاك واضح وخاص لحقوق الانسان والاتفاقيات الدوليه ذات الشان. في حقيقه الامر يعني يتمتع الاطفال بحمايتين معززتين، الاولى كونهم متدينين والثانيه كونهم اطفالا، وهناك اكثر من 25 ماده في الاتفاقيات الدوليه تشير الى ذلك. يحرم على القانون الحالي في العراق انه لا يراعي الاطفال ووضعهم الخاص ويحكم عليهم باحكام مشابهه لتلك الاحكام التي يصدرها والخاصه في على الكبار. وفي هذا الصدد يعني اقر احد النواب في البرلمان الحالي ان اجراءات الحكومه ما زالت ضعيفه ولا تتناسب مع حجم المشكله التي يتعرض لها هؤلاء الاطفال. ولا توجد هناك قوانين بالحكومه والبرلمان خاصه فيما يتعلق بوضع هؤلاء الاطفال، والاوامر القضائيه غالبا ما تصدر هنا وهناك هي خزيه ومزاجيه وايضا بدوافع انتقاميه ولا تثبت الى الدستور الذي يحكمون اليه باي صله. وفي هذه تجمل الاحداث من عام 2014 اليوم، وقبل ذلك تقريبا بسنتين يعني يوجد في العراق اكثر من 700 طفل معتقل في العراق، وهذه الاحصائيات في حسب ما تشير اليه منظمه الامم المتحده والمنظمات الدوليه الخاصه في الاطفال. ولا الى الان لا توجد هناك ضمانات حقيقيه لهؤلاء الاطفال الحكومه، ولا يمكن ايضا المنظمات الدوليه الوصول الى معلومات حقيقيه بشان هؤلاء الاطفال ومصيرهم الى الان. طيب ما الآثار إذن التي يمكن أن تتركها هذه الاعتقالات في الأطفال وسلوكهم؟ هل من الممكن أن تنشئ جيلا أسوأ من تنظيم الدولة كما ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز؟ نعم، يعني هذه هي الاعتقالات هي بدوافع كما وهذه هي عصابات غير مبرره وغير صريحه في القانون، وهذه يعني الحكومه مدانه في هذه الافعال لانها يجب ان تقدم حلولا بديله بدل هذه الاعتقال. يعني حتى الاطفال في العراق يعني وضع بشكل عام عدا هؤلاء المعتقلين فانهم يعني يشكلون خطرا ويشكلون ايضا عبئا كبيرا على المجتمع العراقي، لان هذه الحكومه لم تأتي لهم اي اهتمامات ولم تقم بواجبها تجاههم، وبالتالي نرى هذه الافعال الشنيعه هنا وهناك. وهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقيه والخاصه بها وضع الاطفال دائما تنبه لان الحكومات في العراق لم تراعي هذه الشريحه المهمه ولم تقم بواجبها تجاهها يتعرضون لهم هكذا صريخه في اطراف من قبل اطراف النزاع، ولا سيما يعني هؤلاء الاطفال الذين تم اعتقالهم مؤخرا. وحقيقه لو اردت ان اجري يعني مقاربه ومقارنه مع يعني هؤلاء الاطفال مع غيرهم الذين جندهم الحج الشعبي في العراق فهم كفار سواء، وبالتالي يجب ان يكون هناك قانون واضح وصريح يحكم هذه في عندما تكون هناك يعني يعني تغريب المصالح والازدواجيه في اصدار القوانين. اذا انت ترى ان ما تقوم به السلطات الامنيه في العراق ضد النازحين يصل الى حد العقاب الجماعي، ما مردود ذلك مجتمعيا وكيف ترى تعامل الحكومه مع ملف النازحين؟ نعم، يعني هذه الممارسات ليست يعني جديده وليست فرديه كما تدعي القوات الحكوميه والاجهزه الامنيه وكما يدعي المراقبون انها تجري هنا وهناك بفعل فاعل، ولكن هذه هي سياسه ممنهجه
منذ عام 2003 والى اليوم، وحاولت القوات السعوديه باقصى الطرق وبكثرة انواع التهديد ان تحاول تعرقل هذه المسيرات او عفوا تعرقل مسيره المجتمع الدولي في احقاق الحقوق لهؤلاء الناجحين، فضلا من هذه الحكومات الى الان وهي تصرف المبالغ المخصصه للناجحين وتفرض عليهم عقوبات غير قانونيه وهي تقوم بهذا من سبيل دواسة الانتقام. شكرا جزيلا لك من بغداد عضو المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب عمر الفرحان.